شارك الآلاف في حيفا بمسيرة طلعة العذراء بمرافقة تمثال السيدة البتول من كنيسة اللاتين في حيفا وصولاً إلى دير مار الياس على جبل الكرمل. وترأس المسيرة التي شارك بها الآلاف من القادمين من المناطق المحيطة غبطة البطريرك بيرباتيس سابت سبالة بطريرك القدس للاتين بمشاركة عدداً من المطارنة والاباء الكهنة. وقام المحتشدون بجر عربة بواسطة حبال محمول عليها تمثال السيدة العذراء. ومن حوله العشرات من الاهالي الذين يلبسون بناتهم الطفلات اثوابا بيضاء وزرقاء على غرار الثوب الذي يميز السيده العذراء